انا حتى اشعار كاتبه، كل شخص ابيع له ورده اكل يرزني واكل يغلط علي واكل يهني، بس ما يعرفون شيء ما شنو داخلها، ما يعرفون شيء ما خرجه شنو، ما يعرفون شيء ما المن مربيه والمن مساعده. فانا هوايه احصل اهانات من العشاق، هوايه احصل غلط، هوايه مع ذلك ارجع للبيت كل واحد يغلط علي او يهني اكتب شعر على نفسي، اكتب على حالتي، اكتب مع ذلك على اخوتي اللي هم سبب هذا الشيء كله. عفون هنا سبب هذا الشيء، انا لو عندي هم عندهم غيره كان راسا التزموني انا والحجيه وخلوني عافوا الورد، هم موظفين عافوا الورد وعيشوني، لان انا ما راح ارد من عندهم هوايه، يعيشوني ويعيشون خبزه وبصل، هاي هي انا والحجيه يعيشوني ماكو، والدواء مالت امي. فاني اتجهت لهذا الطريق كودا صاحبه ايجار، احصل كل شيء، احصل الغلط واحصل المهانه واحصل يعني كل شيء، كل شيء حصل 18 10 15، فاجمعهن نص اطلع بيهن الامي دواء، والنص عندي هيك خاصه صغيره اخلي بيها للايجار كل شهر 400 انا ايجاري، غرفه بس غرفه واحده 400 وحمام ملحقاتها بس، هاي انا لي مصرف ما اريد يعني، بس الامي شايله امي واختي قانون صغيره وش اسمه والايجار مالتي كاسر ظهري. اسالك شفتك هنا بالزوراء وشفتك يعني بلقطه او بهذا من بعد حكيت ويا شيماء، ما اريد اعرف ايش حكيت ويا شيماء، بس شنو رايك باللي شفته او تشوفه دائما من تجي الى منتزه الزوراء وتشوف شيماء خريجه كليه وتبيع ورد داخل منتزه الزوراء؟ والله شيماء يعني هي نموذج البنت، يعني دورت على شغل وما لقيت، ما حصلت اي شيء، ف صارت هذا البيع يا ابني يعني محتشمة ومحترمة كلش، شغل مو عيب يعني أي شيء حتى تبيع ورد أو مي أو أي شيء. طيب أنت يعني شلون تشوف مثلاً بهذا الوضع اللي إحنا بيه وبهذا الظرف اللي إحنا بيه، تشوف بنية شابة عشرينية ظل هذه الظروف؟ صحيح، إحنا مجتمعنا مو هذا المجتمع الفتح كلش قاسي كلش، التجارة بنية بالخاص استشوف بنية حتى يعني حتى وجه ما مبين محتشمه كلش ومحترمه، بس هو مجتمعنا مو مال يعني اتجاه المراه دائما ضد اي شيء كان. زين اسالك سؤال شخصي، أي. لو انه انت فد يوم تعرفت او شفت بنيه مثل ما ممكن تخطبها او تتزوجها؟ اي ممكن، مش ممكن خياطه وكبوه هم كنت الف، فاني ما عندي، انا عندي محامي العفو مختار يمني تنتحف في البيت وحلاقه واسوي لهن، ما يخليني يقول لي اي شيء ليش تخليني احد يجي يمك. فاني لو عندي بيت اقدر افتح من عنده كشك وكل شيء اسوي به، ما اقدر لين قاعده ايجاري يحاسبوني، ما يخلوني اسوي لي شغله بالبيت يعني استقر منها. انا هيك دا افتر ببلاش بس ماكو ما حد يشتري مني، يعني بس هيك شمس وتعب بس ما حد يشتري مني، وايه احصل مهانات ورزايل بس الحمد لله. هاي قدم لهم الورده مثلا اقول له اخذ ورده للحلوه والله لا يحرمك منها، يقول له روح لا استعمل وياك غير اشياء. اكو واحد مثلا يعني طيب القلب يقول لي تدللين حبيبتي روحي اليك هاك تفضلي ايش قد سعرها 1000 دينار، مرات يعطيني اكثر من 1000 يعطيني 5 يقول له خذيها. اسمع كلام طيب حتى اني انقهر بداخلي اقول شوف الغريب ايش قد عطوف علي والاخ ما يردني. مرات لا والله اشوف من انسان روحي لا اصرف وياش غير تصرف، انا اروح راسا اقول خاف يضربني. اضربيكم انتوا الكل بالكل، وانتوا اهل الرحمه، وانتوا يعني بر الوالدين اسميكم، والله اتمنى كنت اتمنى تلتقون بي شوفون حالي يطلعون علينا، اتمنى وهسه يعني الله صدق استجاب دعائي وجيتوا حضرتكم وجتني، بس اتمنى هذا حلمي ما يضيع، كل شيء ما اريد من الله.